جولة الرابعة من أورينت نيوز، أهلا بكم ونبدأها بعناوين ملفاتنا لليوم. آلاف العائلات تنزح عن القلمون بريف دمشق وسط تخوفات من اقتحام قوات النظام وميليشياته لبلدة قارة. الأمم المتحدة تنتقد دولا أوروبية بعد ترحيلها للاجئين السوريين بشكل تعسفي، بينهم عائلات بأكملها وأطفال. وفي جولتنا أيضا، المساعدات الإنسانية للسوريين بين صعوبات إيصالها وآلية توزيعها على المحتاجين داخل سوريا وخارجها. مشاهدينا أهلا بكم معنا إلى جولة الرابعة. أكد ناشطون في ريف دمشق بأن حشودا كبيرة لقوات النظام المدعومة بعناصر من ميليشيا حزب الله اتجهت نحو منطقة القلمون تمهيدا على ما يبدو لما بات يسمى بمعركة القلمون، وقد تزامن ذلك مع قصف عنيف على مدينة قارة الاستراتيجية، ما أدى إلى حملة نزوح واسعة باتجاه مدينة عرسال اللبنانية. هذه المرة كان رتل الدبابات هذا متجها لمدينة قارة في ريف دمشق بحسب ما رصدته كاميرات ناشطين في منطقة القلمون. اشتباكات عنيفة دارت على أوتوستراد حمص دمشق الدولي بالقرب من مدينة قارة بالتزامن مع تمهيد مدفعي وجوي على المدينة، إلا أن الثوار وبما توفر لديهم من سلاح تصدوا لمحاولة اقتحام المدينة من قبل قوات النظام والعناصر الشيعية اللبنانية التي تفرض طوقا على مداخل المدينة الشمالية والشرقية، حيث تمكن الجيش الحر من تدمير دبابة وقتل طاقمها بالكامل. اشتداد وتيرة المعارك دفع ما يقارب 50,000 من سكان المدينة إلى مغادرتها باتجاه عرسال اللبنانية، والبعض توجه إلى دير عطية في محاولة لتفادي حصول أي سيناريو يشبه ذلك الذي حصل في القصير والذي أدى لتدميرها وتهجير أهلها وقتل قوات النظام لمن بقي فيها. ناشطون أكدوا لأورينت نيوز بأن المعركة الدائرة في قارة ستشكل نقطة تحول استراتيجية، وذلك لأهمية موقعها ما بين ريف حمص الجنوبي وريف دمشق الشمالي، ما يجعل منها مركزا حيويا للإمدادات من وإلى العاصمة دمشق كون المدينة تقع على الطريق الدولي، إلا أن الناشطين أكدوا أن المعركة الكبيرة لم تبدأ بعد وأن النظام لا يزال في وضعية الحشد والتطويق بشكل رئيسي رغم الاشتباكات العنيفة التي دارت هناك. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف والتطورات التي تجري في منطقة القلمون بريف دمشق ينضم إلينا عامر القلمون الناطق باسم الهيئة العامة للثورة من القلمون، وأيضا معنا من ريف دمشق خبيب عمار الناشط الإعلامي، وسوف ينضم إلينا من عمان هشام خريسات محلل عسكري واستراتيجي في جي بي سي نيوز. أهلا بكم معنا جميعا. نبدأ من التطورات الميدانية ومعك خبيب. إذن قصف عنيف على بلدة قارة وأيضا حالات نزوح للمدنيين تعد بالآلاف، ما الذي يجري بالتحديد في تلك المنطقة؟ بالحقيقة المعارك في مدينة قارة الواقعة في القلمون هي مستمرة لليوم الثاني على التوالي. بالأمس استطاع الجيش الحر تدمير دبابتين على أستراد حمص دمشق الدولي وفي منطقة القلمون تحديدا وعلى مقابل مدينة قارة، هذه المدينة التي تقع على أستراد حمص دمشق الدولي مباشرة دون أي فاصل ترابي أو أي فاصل زراعي، هي تقع مباشرة على هذا الأستراد ذهابا وإيابا. أما اليوم أيضا الجيش الحر لا زال يعني يصعد من معاركه، وخاصة على سبيل تدمير اليوم سيارتين من نوع دوشكا عم ثبت عليها رشاشات دوشكا، وأيضا سيارة زيل عسكرية بالإضافة إلى سيارة انتر كانت تحوي عدد كبير من العساكر. قوات النظام من جانبها ردت بقصف هذه المدينة بشكل عشوائي وخاصة بيوت المدنيين. نعم
بالأخص إذا ما تحدثنا عن الجامع الأثري الموجود في مدينة قارة والذي صنف ضمن الأثار في المدن السورية. المعارك دائرة، هي معركة قوية، هي معركة استراتيجية. جيش النظام يحاول السيطرة على هذه المدينة كليا، نظرا لأنها تبعد مسافة مشي ساعة واحدة فقط عن الحدود السورية اللبنانية، وخاصة إذا ما تحدثنا عن نقطة إرسال اللبنانية. نعم، سوف أنتقل إلى السيد هشام خريسات من عمان. سيد هشام، أهلا بك معنا إلى الجولة الرابعة. ناشطون حذروا من إقصير ثانية في القارة، هل تبدو الصورة مشابهة لما حدث في الإقصير سابقا؟ يا سيدتي، أولا أم يسير على مبدأ سد الذرائع، نعم، وأيضا كل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يسيرون على سياسة سد الذرائع. أولا مهدوا لهذه العملية. كيف مهدوا؟ حسن نصر الله عندما وقعت التفجيرات في الضاحية الجنوبية قال سنتعقب المفجرين، وبعد ذلك الآن جيش الجيوش يدعي بأن العملية التفجير هي من أكبر مصنع لتجهيز سيارات التفجير للانتحاريين والتي تقودها داعش. طبعا هذا الكلام لا زال حسن نصر الله وهي في يبرود، وهو يجيش الطائفة الشيعية الآن في لبنان وفي الجنوب على أساس أن يكونوا متوقعين أكبر الخسائر، لأنه يريد أن يهاجم يبرود لكي يستأصل السيارات المفخخة لأنها ستأتي. القلمون هي معركة ليست منفصلة عن بقية عن معركة ما يدور في جنوب دمشق، هما متلازمتان معا. بدأت معركة جنوب دمشق في خربة الورد التي سقطت وبقيت 4 شهور لم يطلق الثوار عليها طلقة، ثم انتقلت إلى الحسينية ثم إلى الديابية ثم بعد ذلك وصلت إلى يلدى وببلاء إلى الآن. هم يريدون، هنالك عدة فوائد عسكرية سيجنوها إذا ما سقطت القلمون، وأما معركة القلمون فهي معركة لا محالة ستقع. الفوائد، أولا سيعزلون حمص والمحافظات الشمالية عن قبل الحديث عن الفوائد سيد هشام، يعني إذا ما قارنا بين القصير ومنطقة القلمون، والكثير من الخبراء العسكريين يرفضوا هذه المقارنة لأن منطقة القلمون وبحكم الجغرافيا والتضاريس الجبلية يعني ستكون أصعب من يعني ما حدث في القصير. هل تعتقد بأن النظام سوف يجازف بإدخال قواته إلى القلمون؟ هي ستكون مختلفة وستكون أصعب، ولكنها ليست مستحيلة، لأنهم سيبدأون ب15,000 جندي. الآن طائرات بدون طيار لا تتوقف نهائيا عن العمل، والآن سيستغلون فترة البرد الشديد، والثوار لا يملكون من العدة والعتاد، هم تعدادهم 23,000 وعمادهم هناك جيش الإسلام. المعركة لن تكون سهلة على الثوار، لأنها أيضا هي منطقة جبلية وتحتاج إلى جيوش خاصة وقوات خاصة وتسليح خاص. نعم. ممكن هنالك فوائد سيجنيها الثوار، وهي سيتم تحييد سلاح الدبابات، لأن منطقة القلمون أقل ارتفاع للجبال بها 750 وأعلى ارتفاع لها 2,095 متر، يعني 2,100 متر، وهذه منطقة لا تصلح نهائيا لقتال الدروع. نعم. لكن المشكلة يجب أن نتذكر بأن طول الواجهة ستبدأ من عرسال باتجاه الحدود اللبنانية ولغاية الزبداني 56 كيلو. نعم. إذن نحن نطلب من 23,000 مقاتل من الجيش الحر أن ينفتحوا بطريقة قتالية على حدود مقدارها 56 كيلو، وهي تحتاج إلى 3 فرق مدرعة. نعم. يعني نتكلم عن 60,000 جندي سيقوم مكانهم 23,000 جندي غير مسلحين. إذن المعركة لن تكون نزهة. بما أنك تتحدث عن وضعية الجيش الحر في تلك المنطقة، دعنا ننتقل إلى خبيب عمار لنسأله عن استعدادات الجيش الحر. خبيب، لمثل هذه المعركة ما المعلومات الواردة لديك؟ أظن ما تحدث فيه الخبير العسكري والاستراتيجي هو كافي ووافي للتعبير عن عدد الجيش الحر ومكانة الجيش الحر والتعداد والعتاد الذي يملكه الجيش الحر في منطقة القلمون. بما بلا شك فيه هي معركة قوية، هي معركة صعبة على النظام وعناصر حزب الله الشيعية في تلك المنطقة، نظرا لقوة الجيش الحر أولا في هذه المنطقة، وثانيا لطبيعة الجبال والتضاريس المتواجدة في منطقة القلمون. قوات النظام كما أسلف الخبير العسكري هي لا تستطيع استخدام الدروع في هذه المنطقة، هي تقتصر على الطائرات بدون طيار أو الطائرات المروحية وأيضا الطائرات الحربية، بالإضافة إلى المدفعية المتواجدة في المناطق هناك. الجيش الحر هناك مستعد لهذه المعركة.
خبيب، لا نسمعك خبيب، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال. العسكرية. نعم. هو يعرف التجهيزات العسكرية التي نعم. إذن أنقل أيضا السؤال إلى عامر القلموني، ينضم إلينا الآن ناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية، يحدثنا من القلمون. إذن عامر، بداية حدثنا عن إمكانيات الجيش الحر في منطقة القلمون، من هي الألوية والكتابة التي تقاتل على هذه الجبهة؟ وأيضا اليوم أعلن الجيش الحر بأنه طريق دمشق حمص منطقة عسكرية، ماذا يعني هذا التصريح؟ نعم، بالفعل يعني إذا ما أردنا الحديث عن إمكانيات الجيش الحر فهي وضحت جليا يوم أمس واليوم في طبيعة المواجهات التي حدثت في محيط مدينة قارة. الجيش مدعم بسلاح الطيران الحربي وبالآليات الثقيلة وبعناصر من حزب الله اللبناني لم يستطع التقدم ولو متر واحد داخل مدينة قارة بسبب المقاومة العنيفة التي أداها الثوار. نحن لا نتحدث عن فصيل عسكري واحد، ولا نتحدث أيضا عن الاعتماد فقط على جيش الإسلام. أنا يعني أعترض على هذا التصريح. نحن نعتمد على جميع عناصر الجيش الحر. الجيش الحر صد الكثير من الحملات العسكرية التي حاولت اقتحام منطقة القلمون. نتحدث عن 845 عسكري وضابط قتلوا في الحملة العسكرية الأولى على بلدة رنكوس. أيضا نتحدث عن عشرات القتلى بالحملة الثانية على رنكوس، لم يكن هناك جيش الإسلام. وأيضا نتحدث عن كثير من العمليات التي يقودها الجيش الحر. نتحدث عن مستودعات مهين. الجيش الحر نعم. اليوم هو من استهدف عامر. الآن الجيش الحر كيف هو وضعه في القارة تحديدا مع هذه الحملة العسكرية الشرسة التي تشن على هذه البلدة؟ لم أسمع السؤال جيدا. سألتك عن وضع الجيش الحر الآن في القارة وخاصة مع هذه الحملة الشرسة التي تشنها قوات النظام عليها. ولله الحمد المعنويات بالفعل مرتفعة جدا. تحدثنا مع الكثير من أبطال الجيش الحر. جميع ألوية الجيش الحر أرسلت بضع مؤازرات، يعني كتائب أو أسلحة أو ما شابه إلى جبهة قارة، بالإضافة إلى شن أو فتح عدة معارك أخرى لم يفصح عنها. نحن نتحدث عن معركة قارة، أيضا نتحدث في الجانب الآخر عن استهداف طريق دمشق حمص الدولي، نتحدث عن تدمير لآليات عسكرية وقتل عدد كبير من العناصر، يعني ما يقارب 50 عنصر رصدوا على أبواب مشفى دير عطية، أصيبوا في معارك الاستراد الدولي دمشق حمص وهي ما يعني تبعد نوعا ما عن مدينة قارة. نعم. أيضا يوم أمس استهدف الجيش الحر يعني مرصد سيرنايا أو القوات النظامية التي حاولت اقتحام مرصد سيرنايا. يعني نتحدث عن ثلاث جبهات مشتعلة وتقدم كبير للجيش الحر، أي أن الوضع العسكري للجيش الحر يعني جيد نسبيا في المنطقة. نعم. حتى اللحظة. نعم عامر، ابقى معنا، سوف أنتقل إلى السيد هشام خريسات. سيد هشام، سمعت ما ذكره الناشطون عن وضع الجيش الحر في تلك المنطقة وتحديدا قارة والمدن التي تجري فيها عمليات عسكرية، وأيضا ناشطون تحدثوا في المقابل عن استخدام تعزيزات عسكرية من حزب الله اللبناني. هل ترجح إمكانيات الاقتحام من الحدود اللبنانية مباشرة؟ لا الآن يجب، هو ذكر عدد القوات الجيش الحر، بس دعيني أذكرك بعدد لا. الجيش أول شيء النظامي، لأنهم سيطبقون عليهم من بفكي كماشة. أولا لدينا الفرقة المدرعة الثالثة التي تم إحالة توقيف قائدها العسكري لواء من القرداحة واستبداله بقائد آخر، وهي تتكون من 17 ألف جندي، وألويتها هي 21 و20 و116 و155 لواء البضرب صواريخ سكود والكيماوي، و65 و81، اذا ست الويه ستطبق على الجيش الحر من المناطق الشرقيه. اما الان هنالك تحركات من القوات الخاصه والاستخبارات التابعه لحزب الله في المناطق التاليه: النبي شيت وقوسايا وعرسال. اذا الهجوم سيكون على مراحل، ومنطقه جبل او منطقه عنجر، إذا هم لن يدخلوا مباشرة، هم سيحاولون استغلال أي ثغرة والدخول بالتزامن مع الطيران ومع ضغط الفرقة المدرعة الثالثة التابعة للفيلق الأول. إذا نتكلم تقريبا عن 32 ألف جندي نظامي. نعم. ومع ال 15 ألف معهم، يعني مع 15 ألف من حزب الله وال نعم. والمتجندين والمتطوعين من الشيعة اللبنانيين. نعم.
شكرا لك سيد هشام خريسات، المحلل العسكري والاستراتيجي في جي بي سي نيوز، حدثنا من عمان. أشكرك على هذه المداخلة معنا، وأختم هذا المحور مع عامر القلموني. عامر، سؤال أخير عن وضع المدنيين في منطقة القلمون، في جبال القلمون. نعم، هم يعني للأسف المدنيين وهم الشماعة التي دائما تعلق عليها طول الحرب، للأسف هم الخاسر الأكبر. نتحدث عن ما يقارب 100,000 مدني نزحوا فقط من مدينة قارة، وإذا ما تكرر الاقتحام في محيط بلدات باقي القلمون سنشهد بالفعل كارثة إنسانية حقيقية. يعني استطاعت، يبدو أن أرسال استطاعت استيعاب عدد النازحين الذي توجهوا إليها من مدينة قارة، وهم بغالبيتهم يعني من حمص وليسوا فقط من المدينة. أرسال استطاعت استيعابهم، ولكن لا أتوقع أن تكون أرسال دائما مجهزة أو هي قادرة على استيعاب باقي أنحاء أو مدني القلمون. تحدث عن أكثر من 100,000 مدني يقطنون أيضا في مدينة يبرود وغيرها من المناطق. إذا ما اتسعت دائرة القتال فهناك سيكون كارثة إنسانية. طبعا لابد من ذكر الطبيعة الجغرافية القاسية جدا هنا في منطقة القلمون. تحدث عن درجات حرارة منخفضة جدا، ارتفاع كبير عن سطح البحر يؤدي لتلك درجات الحرارة، ويعني وحتى اللحظة لا نشهد أي تحرك فعلي أو جدي من قبل أي منظمة حقوقية أو إنسانية أو إلى آخره. نعم. بإيجاد أي حل لهؤلاء المدنيين، يعني ممكن بتأمين أي خط. يعني إذا تحدث عن المدنيين لا يمكن عودتهم إلى حمص المدمرة، ولا يمكن عودتهم إلى غوطة دمشق الشرقية. هم سيلجؤون إلى لبنان، ولبنان يعني سيغلق أبوابه يعني بعد يوم أو آخر. أشكرك عامر القلموني الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية، حدثتنا من القلمون في ريف دمشق. وأيضا الشكر موصول إلى خبيب عمار الناشط الإعلامي، حدثنا من ريف دمشق. شكرا لك خبيب. مشاهدينا، ننتقل إذا نختم هذا الملف وننتقل إلى التطورات الميدانية في حلب، حيث دمر الجيش الحر طائرتين رابضتين ومستودعا ضخما لتذخير الطائرات وثلاثة خزانات للوقود داخل مطار النيرب العسكري بريف حلب. وجاء ذلك في وقت أفادت فيه اتحاد تنسيقيات الثورة عن قيام الثوار بتدمير مستودع ذخيرة في داخل المطار بعد استهدافه بصواريخ كاتيوشا. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على شبكة الإنترنت أعمدة الدخان المتصاعدة من المستودعات بعد نشوب حريق ضخم جراء التفجير. الله أكبر، انفجار مستودع الذخيرة داخل مطار النيرب العسكري. الله أكبر، العزة لله. الله أكبر، لواء التوحيد. استهداف طائرة هليكوبتر بصاروخ أسهم الحمراء الأحمر. الله أكبر. 16/11/2013 لواء التوحيد. الله أكبر، بالاشتراك مع لواء أمجاد الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا الله، يا الله، يا رب، يا رب، اللهم اجعلها سجيلا يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ينضم إلينا أبو الحسن الناشط الإعلامي من حلب، أهلا بك معنا أبو الحسن. كيف تبدو الصورة على جبهة مطار النيرب العسكري؟ هل من تطورات جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريم، الآن وردني قبل قليل أن الثوار تعمير مدفع 23 للنظام في اللواء 80 بقذيفة مدفع ب9. كما ذكرتم قبل صباح اليوم تم تدمير طائرتين رابضتين داخل النيرب العسكري، إحداهما طائرة مروحية والآخرة والأخرى طائرة حربية. كما تم تدمير عدد من المستودعات الذخيرة وخزانات الوقود الكيروسين للطيارات. الآن تدور اشتباكات عنيفة جدا على تلة الشيخ يوسف، والنظام يقصف بشدة المواقع المحيطة باللواء 80 وبمطار النيرب العسكري. اشتباكات عنيفة أيضا تدور في النبقيرين في مبنى المواصلات الجديدة بين ثوار وبين قوات الأسد والعصابات المتحالفة معها من إيران وحزب الله واللواء بالفضل العباس. اليوم ايضا الثوار، نعم ابو الحسن، ذكرت معلومه في بدايه الحديث عن التطورات في اللواء 80، هل يمكن ان تعيدها لنا؟ لم اسمع.
معلومة أو خبر عاجل عن اللواء 80 ذكرتها في بداية الحديث، هل يمكن أن تعيدها لنا؟ الخبر أنه تم تدمير مدفع 23 في اللواء 80 بواسطة قذيفة مدفع ب9 من قبل الثوار. نعم. هذا هو الخبر. نعم. كما قلت لك أيضا الثوار في جبهة الدولة استطاعوا قتل 9 من جنود الأسد، كذلك في حي العمرية استطاع الثوار صد تسلل لقوات النظام من جهة الكازية العسكرية وقتل 3 من جنود النظام في تلك المنطقة. نعم أبو الحسن الناشط العالمي من حلب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. مشاهدينا فاصل نعود بعده لاستكمال مواضيع جولة الرابعة لليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى ثاني ملفات جولة الرابعة، ونتناول فيه أزمة اللاجئين السوريين في الدول الأوروبية، حيث انتقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترحيل لاجئين سوريين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى بلغاريا واليونان بعد إيقاف 150 عائلة سورية بينهم نساء وأطفال تم نقلهم إلى مكان لم يعرف بعد. عوائق اجتياز المخاطر بحثا عن الأمان تطارد اللاجئين السوريين حتى في الدول الأوروبية. المزيد من المخاطر والمزيد من الصدمات هو الواقع الذي يواجهه هؤلاء هناك على غرار العالقين على بوابة أوروبا. بلغاريا لنحو 100 لاجئ منعوا من دخول البلاد، والوضع نفسه بالنسبة ل 150 عائلة سورية قادمة من تركيا لم تتمكن الثلاثاء من دخول اليونان عبر منفذ إيفيروس. المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أدريان إدواردز حذر في هذا الإطار من زعزعة الاستقرار على المدى البعيد في الدول المجاورة لسوريا التي وصلها أكثر من 2,200,000 لاجئ، وأعلن خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية تدعو إلى تجميد دولي لكل عمليات ترحيل السوريين إلى البلدان المجاورة، لأن ذلك يشكل خطوة تضامن ملموسة مع هذه البلدان. إدواردز نبه أيضا من أن وضع حواجز مثل الأسلاك الشائكة أو أي وسائل ردع أخرى يمكن أن يحمل الناس على المرور عبر طرق أخرى أكثر خطورة ويضع اللاجئين تحت رحمة المهربين بشكل أكبر. وفيما يخاطر آلاف اللاجئين بحياتهم محشورين على متن قوارب مطاطية مكتظة أو متسللين بين شاحنات نقل المواشي للوصول إلى أوروبا، فإن أثرياء سوريا يصلون إلى بوابة الدخول إلى أوروبا بطرق خاصة عبر طائرات وسفن سياحية فاخرة. هذا ما خلص إليه تحقيق ميداني أجرته صحيفة ديلي تليغراف البريطانية، والتي كشفت عن وجود شبكة متخصصة بتهريب النخبة تمتد من لبنان إلى تركيا وإلى جهات أوروبية مثل باريس وستوكهولم ولندن، إلا أن رحلات الهروب من قصف النظام مكلفة بحسب الصحيفة، ضمن مسار آخر تحدثت عنه لتهريب السوريين يبدأ برحلة على متن قارب من تركيا إلى اليونان، ويتم إعطاء اللاجئين 3 خيارات بعد وصولهم إلى تركيا للعبور إلى اليونان: رحلة في قارب مطاطي بكلفة 1,700 جنيه استرليني للشخص الواحد، وأخرى بقارب تجديف بكلفة 2,500 جنيه استرليني، وثالثة بقارب سياحي بكلفة 3,400 جنيه استرليني. وإن اختلفت طرق الوصول إلى بر الأمان فإن ظروف ومعاناة هؤلاء واحدة، وهي التضحية من أجل العيش الكريم مهما كلفهم الثمن. من جنيف ينضم إلينا جوان يوسف ممثل اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في أوروبا. سيد جوان أهلا بك معنا إلى جولة الرابعة. كيف يتم ترحيل اللاجئين السوريين من بعض الدول الأوروبية وعلى أي أساس يتم ذلك؟ أهلا بكم، مساء الخير. مساء. حقيقة الدول التي سجلت حتى الآن ترجيع المهاجرين أو اللاجئين السوريين هي بلغاريا، اليونان، إيطاليا، وهي دول كما تسمى دول المدخل إلى أوروبا. نعم. التعامل معهم سيء، ليس فقط موضوع الترجيع، لكن بلغاريا تحديدا تتعامل بطريقة سيئة جدا مع اللاجئين، وحتى يتم معاقبتهم وتعذيبهم وإدخالهم في معسكرات قبل أن يتم ترحيلهم
بنفس الطريقة التي أتوا فيها أحيانا، يعني بيجوا بر بيرجعون بر، أو أنه بيزتون على الحدود الدولة التي دخلوا منها. وهذا الموضوع مخالف حقيقة لاتفاقيات جنيف، ومخالف لموضوع حتى لموضوع المهاجرين الغير شرعيين إلى أوروبا. ناشدنا كثيرا هذه الدول أن يتم تحمل أعباءها، وناشدنا أيضا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كي يتم مساعدة هذه الدول، لأن الحجة الأساسية لهذه الدول أن لا يملكون ليست لديهم إمكانيات لاستيعاب هذا العدد الهائل من اللاجئين. فمأساة السوريين مأساة عميقة وسيئة جدا، ليس فقط وأعداد بموضوع الوصول إلى هذه الدول. وأعداد اللاجئين يعني تزداد يوما بعد يوم. هذا يقودني إلى سؤال سيد جوان، هل من منظمات أو مؤسسات إنسانية تعنى بمسائل اللاجئين فور وصولهم، يعني قبل القبض عليهم من قبل السلطات المحلية، والتي تكون قاسية بمعاملتها كما تحدثت، وأيضا كما جرى مؤخرا في اليونان؟ حقيقة سيدتي، في بعض الدول هناك منظمات تقوم بهذا العمل مباشرة، الصليب الأحمر يقوم بهذا العمل مباشرة إذا وصل اللاجئون إليها قبل أن تستلمهم السلطات، لكن السلطات البرغارية. نعم، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال، انقطع الاتصال مع السيد جوان يوسف. على كل، شكرا جزيلا لك سيد جوان يوسف، ممثل اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في أوروبا، حدثنا من جنيف. مشاهدينا، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ملفات جولة الرابعة لليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في ثالث ملفات جولة الرابعة لليوم. يبذل السوريون المقيمون في المهجر جهودا كبيرة لجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية للمحتاجين داخل سوريا وخارجها. مراسلتنا في كندا لينا الشواف رصدت جانبا من هذه الفعاليات الإنسانية في مونتريال، وأعدت لنا هذا التقرير. وجوه جديدة ووجوه تختفي في هكذا مناسبات، وما زال السوريون يتوافدون ويعملون من أجل جمع التبرعات لأهاليهم في الداخل السوري. شفت أكثر من جمعية بتساعد السوريين، سواء بكل أطياف الشعب السوري على كافة الأراضي السورية، بتساعدهم للأطفال للكبار للصغار، أغذية ألبسة إلى آخره. فكلياتنا الجمعيات كلها كانت بشكل تطوعي. قلب من أجل سوريا، جمعية إنسانية إغاثية تعمل هنا في مونتريال كندا منذ عدة أشهر على عدة مشاريع إغاثية أطلقتها من أجل سوريا. إحنا أول شيء منظمة، كلنا متطوعين ونشتغل بس مع ناس متطوعين. أسسناها من حوالي 10 إلى 11 شهر، عم نجمع تبرعات إن كانت تبرعات عينية أو نقدية، فعم نبعث كونتينرات للداخل السوري، وبنفس الوقت عم بنبعث مساعدات نقدية للداخل لنشتري فيها حليب، احفاضات، سلات غذائية، كل شيء، دفايات، كل شيء الشعب له بحاجة له. يعني عم نجرب نجمع ثياب، نجمع أدوية، نجمع معدات طبية، أغراض للمدارس، وبنبعث الكونتينر فيه مثلا حتى شيز رولانت، فيه ووكرز. فتحنا لهم نوادي، بنعمل لهم تدريب لأعمار مختلفة. عندنا مدرسة هلا صار عم نرعاها بالشمال كمان، وهلا بلشنا مدرسة تانية. استطاعت النشاطات السورية في مونتريال مؤخرا أن تجلب أنظار الكنديين وتدفعهم إلى التطوع والتبرع والوقوف مع السوريين في أزمتهم. سأساعد الأطفال السوريين، لقد شاهدت فيديو عنهم فلم أقدر بعدها على النوم، ما شاهدته ألمني جدا. السوريون أشخاص رائعون،
ميزتهم اللطف والانفتاح على الآخر، وهم من أكثر الناس المتحضرين الذين التقيتهم في حياتي. وإن كنت أسافر كثيرا إلا أن زيارتي إلى سوريا لا تنسى، واليوم ما يحدث بها ينفطر له القلب. لدينا أصدقاء من سوريا هنا، ونحن جاهزون لتقديم كل ما نقدر عليه لمساعدة اللاجئين وتحسين ظروف لجوئهم في الوقت الحالي. Tout ce qu'on peut faire, même si c'est juste une petite goutte, on sera toujours là pour les aider. أما في لبنان فيعاني الكثير من اللاجئين السوريين من عدم حصولهم على المساعدات اللازمة وفي مقدمتها الغذاء، حيث يؤكد بعضهم أنهم لم يحصلوا على أي مساعدات منذ أشهر. مراسلتنا في لبنان رنين إدريس التقت عددا منهم وأعدت لنا التقرير التالي لنتابع. كثيرة هي الهيئات الإغاثية التي تتولى اليوم مهمة مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان. وبعيدا عن هيئة الأمم المتحدة كمنظمة دولية، هناك هيئات ومنظمات أنشئت بمبادرات فردية وعبر نشطاء يعملون على تقديم المساعدات الطبية والغذائية واحتياجات أخرى للاجئين في ظل إمكانات لا تزال محدودة وقليلة مقارنة بالظروف العصيبة التي تحيط بهم. ولعل الأهم بين تلك الهيئات تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان، والتي تركز نشاطها في مناطق شمال لبنان أي طرابلس وعكار، نظرا لتواجد العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في تلك المنطقة. تنسيقية اللاجئين تأسست مع بداية حركة النزوح للبنان بعام 2011، وبتقدم مساعدات للسوريين، كانت تتقدم مساعدات للاجئين السوريين كحصص غذائية وخبز. لما دخلت مفوضية الأمم لشؤون اللاجئين وصارت هي الأساس بتقديم المساعدات للاجئين السوريين، توجه عمل التنسيقية لتقديم المساعدات من نوع آخر، المواد اللي ما فينا ما عم تقدمها مفوضية الأمم لشؤون اللاجئين، مثل الخبز مثلا، الادوات المطبخ وغيرها من هالاشياء اللي ممكن هي تساهم برفع المعاناه ولو بشكل بسيط عن اهلنا اللاجئين. هذا وتواجه التنسيقيه كجهه مساعده في ملف اللاجئين صعوبه في توفير كل ما يلزم للنازحين بسبب نقص التمويل واقتصاره على مبادرات فرديه. هلا موضوع اغاثه السوريين، كتنسيقيه لاجئين السوريين تطلب انه يكون المشرفين على موضوع توزيع المساعدات للسوريين، لأنه أغلبية الناس اللي مستلمين توزيع السوريين للأسف نحن ما عم نشكك بحدا، بس المفروض أنه يكون السوريين هن مستلمين إغاثة أهاليهم هن بلبنان، لأنه مشان يكون توزيع في نوع من العدل، أنه الجديد مو مثل القديم. وتنسيقية اللاجئين تطلب بدعم بصريح لبرا، لأنه الإمكانيات كتير ضئيلة جدا. أما بعض اللاجئين فيشكون قلة المساعدات أو حتى عدم حصولهم عليها، في حين يضطرون لتدبير أمورهم بأنفسهم من أجل تأمين لقمة العيش بحدها الأدنى. لا ما عم ناخد المساعدات، ما عم ناخد. أول ما منجينا لهون قعدنا عطونا دفعة، يعني أول شهر عطونا مغذيات غذائيات هيك، وهلأ إلي 5 أشهر هون أنا ما شفت كل شيء الله بيخلقه. أنا والله أول ما جيت على لبنان كنت متوقعين انه على هوا اللجنات وكذا انه في مساعده للسوريين وكذا، بس ما شفنا شيء والله. يعني حتى اذا في مساعدات بس بتستني كثير، يعني بدك اذا قدمتي هذا الاسبوع لبعد شهر حتى يجي دورك، واذا اجى بعدين بيقدموا الشغله كبيره، بيبعتوا مثلا برا شغلات كثيره توصلك هيك صغيره. من المؤكد أن ملف اللاجئين السوريين بات ملفا شائكا ومعقدا ويتطلب حلولا دولية سريعة، فإغاثة الشعوب المنكوبة واجب دولي وحق من حقوق الشعب السوري في بلاد اللجوء. إغاثة طبية وغذائية واجتماعية وحتى معنوية يحتاجها اللاجئون السوريون في لبنان، ولكن من يتحمل مسؤولية استمرارية هذه الإغاثة في ظل تقاعس دور المجتمع الدولي في إعانة الشعب السوري؟ من شمال لبنان، رنين إدريس، أورينت نيوز. وتبقى معنا رنين إدريس مراسلتنا من بيروت. أهلا بك رنين معنا، تابعنا التقرير، حدثينا أكثر عن المساعدات الإغاثية كيف تصل إلى لبنان، ويعني ما هي آلية توزيعها؟
نعم، يعني طبعا هناك في لبنان اليوم هناك يعني قسمين لتوزيع المساعدات للاجئين السوريين. اذا تحدثنا عن منطقه بيروت وهو من يتولى اليوم مساعده اللاجئين السوريين فيها وهي هيئه الامم المتحده او الهيئه الغذائيه لتقديم المساعدات للاجئين في الامم المتحده، يعني يتم تسجيل اللاجئين وتقدم لهم المساعدات الغذائيه وما شابه. اما في منطقه الشمال وهو يعني المنطقة التي يتواجد فيها العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، كما ذكرت بالتقرير أن هيئة أو تنسيقية اللاجئين السوريين وهي الجمعية أو الهيئة التي أقيمت أو أنشئت لمبادرات فردية من نشطاء سوريين هي من تتولى توزيع المساعدات على السوريين في تلك المنطقة، نظرا للعدد الكثيف من اللاجئين في هذه المناطق لا سيما في عكار وعسار ومناطق الحدودية. طبعا يعني تقوم هذه الهيئة أو هذه التنسيقية بتوزيع المواد الغذائية أو البطانيات أو المواد الأطفال كالحليب ومواد أدوات التنظيف للمنازل وإلى آخره. طبعا أما الأمم المتحدة فهي تقوم بتوزيع يعني بعض القيم الشرائية إذا صح التعبير للاجئين في بيروت وضواحيها من أجل أن تتمكن العائلة السورية اللاجئة من شراء بعض المواد الغذائية الضرورية أو المواد الأساسية كمواد التنظيف وما شابه. طيب رنين، تحدثت إلى بعض اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان، من ماذا يشتكون تحديدا؟ يعني لا يحصلون على مساعدات إغاثية وإلى ما ذلك، ما الذي سمعتيه؟ هم يشتكون أولا من المدة أو إذا تعبير تلك المعاملات الروتينية التي ينتظرون فيها روتينا أو وقت طويل من أجل الحصول على تلك المساعدات. يعني مثلا يوم يلجأ رب الأسرة السوري إلى مفوضية الأمم المتحدة ليقدم بطلب التسجيل يعني على أساس أنه لاجئ سوري، فهو ينتظر قليلا وربما ينتظر بالأشهر من أجل الحصول على تلك القيمة الشرائية للحصول على المواد الغذائية، وبالتالي هذه المعاملة باتت معقدة جدا بالنسبة للاجئ. فهو يضطر الآن أو يصعد يعني عن تلك يصعد عن ذلك اللجوء للمفوضية من أجل الحصول على المساعدات، فهو يذهب الآن لتلبية حاجاته بنفسه. كما قلت لك يعني تلك المعاملة الروتينية والانتظار الكثير الذي يقوم به هذا رب الأسرة السوري من أجل الحصول على المساعدات. أما في الشمال فيعني الهيئة تنتظر اليوم أو تنسيقية اللاجئين تنتظر اليوم المعونات أو المساعدات التي يقدمها بعض الأفراد أو بعض الدول دائما. يعني هي المشكلة تتمثل يعني الذين يمتلكون بعض المال في التأخير وتقديم تلك المساعدات للاجئين، في تأخير وصول المساعدات إلى اللاجئين السوريين. شكرا لك رنين إدريس مراسلتنا من بيروت. إذن ومن بيروت أو لبنان ننتقل إلى الداخل السوري وتحديدا إلى إدلب، حيث تصل إلى إدلب كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم لكون هذه المساعدات لا تصل للمحتاجين إليها، وإن وصلت تظل غير كافية نظرا للعدد الكبير المنكوبين هناك. مراسلنا من إدلب زكي الإدلبي وقف على توزيع المساعدات هناك وأعد لنا هذا التقرير. صاحبة الإدارة فوق صار سرقة المعون، الكراتين، الطراحات، الأهرامات، سرقة اللباس كله صار سرقتها وراحت باعتها بأطنى. هلق هالأطنى كلها من ورانا هيك، صار واحد معمر فيلات، كلها فيلات من ورانا. كلمات هذا الطفل العفوية ربما تكون إدانة لبعض الجمعيات الإغاثية والمسؤولين عن أوضاع النازحين على الحدود السورية التركية، فبحسب مراقبينا إن أغلب ما تقدمه المنظمات الإغاثية الدولية لا يتم توزيعه بشكل صحيح أو يباع في مراكز تجارية على الحدود باتت منبعا للاحتكار والفساد. جهات مختلفة تقدم الدعم الإغاثي للشعب السوري، معظم هذا الدعم يصل عبر المعابر الحدودية المحررة، وهنالك أيضا مساعدات تصل عن طريق الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى منظمة الهلال الأحمر السوري عن طريق النظام السوري الذي يقوم بتوزيع بعضها على الموالين له، والبعض الآخر يصل لأفرع الهلال في المحافظات ليتم توزيعه على المحتاجين والمتضررين. منظمة الهلال الأحمر منظمة عالمي إنساني تعمل على وفق المبادئ السبعة اللي هي الإنسانية، الاستقلالية، عدم التحيز وإلى آخره. مصادر الدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة،
تأتي من فرع الهلال الأحمر في محافظة إدلب، نأتي بها ونزع على المضررين من أهل المدينة، ونقسمها إلى قطاعات وحسب التقييم من اللجنة الموجودة في المدينة. اللجنة الخيرية الأهلية في بنش تعكس عمل كثير من اللجان الإغاثية في الداخل، والتي تعمل بشكل جيد ونزيه وفق أسس العمل المؤسساتي، وتقوم بتوزيع كل ما يصلها من دعم إلى المحتاجين والمتضررين والمصابين وعوائل الشهداء. نحن في اللجنة الخيرية الأهلية في بنش يصلنا المساعدات من جميع اللجان الإغاثة الدولية ومن أهل الخير من الخارج والداخل ومن أموال الصدقات والزكاة، ونقبل الجهة الدعم من أي جهة ولا نقبل الولاء لأي جهة كانت مهما كانت، لأن عملنا خالص لوجه الله تعالى، ونقوم بأعمالنا حسب نظام مؤسسات متخصص، ولدينا لجان دراسة وتوزيع متخصصة تعمل بشكل دائم ودوري بحيث تضمن إيصال المساعدات لأهلها بأسرع وقت وبدون ضياع أي شيء منها ولو حبة أرز واحدة. تتعدد مصادر الدعم الإغاثي كما تتعدد طرق إدخاله إلى سوريا. بنفس الوقت هناك كميات كبيرة من المواد الإغاثية لا تصل إلى مستحقيها بسبب سوء التوزيع أو قلة الضمير لدى البعض، وإن وصلت هذه المواد كاملة إلى لجان نزيهة وأمينة فهي لا تسد حاجة الشعب السوري الذي أصبح معظمه منكوبا. زكي الإدلبي، أورينت نيوز، ريف إدلب. من إدلب ينضم إلينا محمد الفيصل مراسلنا من هناك. محمد أهلا بك معنا. دائما ما نسمع هذه الجملة، المساعدات لا تصل إلى المحتاجين إليها، ما هي المشكلة أساسا؟ يعني إذ وصلت إلى الداخل السوري كيف يتم توزيعها؟ ألا يوجد آليات معينة يتم وفقها توزيع هذه المساعدات؟ نعم ميرنا، مساء الخير لك ولا السادة المشاهدين. أولا بداية ميرنا، دعينا نتحدث عن بداية الثورة أو بداية الأحداث. كان في كل قرية أو منطقة في ريف إدلب مندوب إغاثة عن القرية يخرج إلى تركيا ليقابل الجمعيات أو المانحين هناك، فيجلب الإغاثة المواد الغذائية سواء كانت أو الطبية إلى داخل القرية، قرية تعرض على اللجنة ثم توزع بحسب جداول كانت قد وضعت من قبل للمحتاجين. اليوم ما يجري هو وجود الجمعيات سواء كانت في الأراضي التركية أو الأردنية أو أي منطقة، جمعيات خاصة لها أفرع داخل سوريا. المانح يعطي للجمعية، الجمعية تعطي لمندوب الإغاثة لها في المنطقة، ونفرض معرض نعمان مثلا، ثم يخرج مندوب القرية إلى معرة النعمان إلى مندوب لجنة الإغاثة ليستلم حصتهم. الآن هناك تراود في الشكوك، إما أن يكون النقص يحصل، دعينا نسميه النقص يحصل في تركيا عند لجنة الإغاثة أو عند فرعها الموجود في الداخل السوري أو عند الشخص المندوب عن قريته. الآن لا نستطيع أن نحصر الخلل أين هو أو قلة الضمير كما سمع زميلنا، أين تكون. فحتى لو وصلت الكمية بكاملها إلى المناطق المحررة أو المناطق المنكوبة بشكل عام فهي لا تكفي لربع الشعب السوري، لأنه أصبح اليوم منكوبا تماما بسبب القصف الذي يحدث على المدن السورية أو الدمار أو البطالة التي أصبحت في المجتمع نتيجة انشقاق قسم كبير من عناصر النظام عن النظام وأمسوا بدون عمل أو من كان له عمل في مناطق. طيب محمد، من هي يعني المنظمات، إذ تحدثنا عن المنظمات في الداخل التي تتعامل مع المنظمات الخارجية ومن خلالها يتم توزيع المساعدات، من هي هذه المنظمات؟ نعم، هم أشخاص من أبناء المنطقة، كانوا قبل ذلك هم عبارة عن مندوبي إغاثة لقرية معينة. يعني محمد، هي تتوزع بشكل فردي وليس عن طريق مؤسسة. ميرنا، ما يحصل تماما بأن الجمعية موجودة في تركيا، لديها فرع في ونفرض في معرة النعمان. نعم. مندوب الجمعية في معرة النعمان يجلب الإغاثة إلى المعرة ويوزعها على القرى، كل قرية فيها لجنة إغاثة. نعم. لجنة الإغاثة الخاصة بالقرية تستلم من مندوب هذه
الجمعية أو المسؤول عن الفرع فرع هذه الجمعية في المنطقة. فهنا لا نستطيع حصر يعني أين يقع الخلل أو يعني أين تقع يعني سرقة هذه المنتجات أو المساعدات الغذائية أو إلى ما ذلك. شكرا لك محمد الفيصل مراسلنا من إدلب. ونختم هذا الملف مشاهدينا وننتقل الآن إلى جولة في موقع أورينت نت وأبرز ما جاء فيه من عناوين اليوم. نقرأ في أولى عناوين اليوم: ميليشيات شيعية تطلق خيبر المقام وأعلام إيران بجنوب دمشق. في تفاصيل هذا الخبر: فلم يعد قتال القوات الشيعية إلى جانب الأسد قائما فقط كدعم لقوات الأخير في مناطق عديدة من سوريا، بل تعداه إلى قتالها لصالح الأسد لوحدها مع تأمين جوي من قوات الأسد فقط. فبعد حصار استمر عاما كاملا على جنوبي دمشق، تمكنت تلك القوات من احتلال 10 مناطق مؤخرا تحت عنوان عملية خيبر المقام المؤلفة من الشيعة القادمين من لبنان والعراق وغيرها من البلدان. أيضا نقرأ في عناوين الأورينت نت: تقدم للثوار في حلب والنظام يفشل بمحاولة اغتيال قادة التوحيد. بعد أن استشعر ثوار حلب الخطر القادم وبعد أن لاحظوا ضغط النظام الهائل في مختلف جبهات حلب، وذلك عبر حشده آلاف المقاتلين من كتائبه ومن الكتائب الإيرانية واللبنانية، وبعد أن أعلنوا النفير العام، بدأنا نشهد غليانا واضحا في جبهات حلب وريفها. بدأ بتعادل في ميزان القوى ليتحول خلال أقل من 3 أيام إلى ضغط كبير يشكله الثوار على قوات النظام في مختلف الجبهات. والسبب يعود إلى أن الخطر المحدق أجبر الجميع على العمل يدا واحدة بتنسيق لم يسبق للثوار من قبل أن اتبعوه، مما زاد في النتائج الإيجابية لتحركاتهم العسكرية على الجبهات. أيضا في أورينت نت نقرأ: في هولندا أفلام سورية من رحم الثورة والمعاناة. تعيش مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في الأونة الأخيرة شحا في مياه الشرب بعد أن عاقب نظام المناطق التي خرجت عن سيطرته بقطع المياه عنها وإلحاق الضرر بخزانات المياه التي تغذيها، الأمر الذي دفع الناس في المدينة للبحث عن بديل ومصادر أخرى لمياه الشرب. فكان لهم أن استعانوا بتقنيات بدائية وغير منظمة تمثلت بحفر الأبار الارتوازية التي باتت تتسم بكثرتها وعشوائيتها وما لذلك من أضرار متوقعة ومحتملة كنضوب المياه الجوفية وتضرر الغطاء النباتي. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفاتنا لليوم. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: آلاف العائلات تنزح عن القلمون بريف دمشق وسط تخوفات من اقتحام قوات النظام وميليشياته لبلدة قارة. الأمم المتحدة تنتقد دولا أوروبية بعد ترحيلها للاجئين السوريين بشكل تعسفي، بينهم عائلات بأكملها وأطفال. وفي جولتنا أيضا: المساعدات الإنسانية للسوريين بين صعوبات إيصالها وآلية توزيعها على المحتاجين داخل سوريا وخارجها. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية جولة الرابعة لليوم. للمزيد من الأخبار ولمشاهدة برامجنا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني orient-news.net. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.